بعد أن كانت السيارة الطائرة جزءاً من أفلام الخيال، ها هي اليوم تتجسد على أرض الواقع وتصبح حقيقة بعد أن أعلنت شركة كيتي هوك عن أولى سياراتها الكهربائية الطائرة المسماة كيتي هوك فلاير، والتي سوف تكون متاحة للجماهير بحلول نهاية العام الحالي. كشفت شركة كيتي هوك الناشئة والمدعومة من قبل لاري بيج الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت والمؤسس المشارك لشركة جوجل عن أولى سيارتها الكهربائية الطائرة المسماة كيتي هوك فلاير، والتي سوف تطرح للجماهير بحلول نهاية العام الجاري. ووفق ما جاء في موقع The Insider، فإن سيارة كيتي هوك هي طائرة كهربائية تبدو في نسختها الحالية مثل الدراجة النارية. ويوضح الإعلان أن شركة كيتي هوك لا تعمل على إنتاج سيارة طائرة، بل تعمل على إنتاج طائرة خفيفة شخصية مصممة للطيران في المناطق غير المزدحمة، ولا سيما على المياه العذبة، بحيث أنه لا يمكنها الانتقال ضمن المدن. كما أن هذه الطائرة لا تتطلب رخصة طيار، مما قد يفتح الباب نحو الاستعمالة الترفيهية على نطاق واسع. وتطير كيتي هوك بشكل عمودي مثل طائرة الهليكوبتر، لكنها تعمل بالطاقة الكهربائية، تزن حوالي 100 كيلوغرام، ويمكنها السفر بسرعة تصل إلى 40 كيلومتر في الساعة، مزودة بثمان مراوح تعمل بالبطارية ذات صوت عالي أقرب للقارب السريع لكي ترتفع في الهواء. وبفضل تصميمها الخفيف الوزن، فإن العملاء ليسوا بحاجة إلى الحصول على أي تراخيص خاصة بموجب لوائح إدارة الطيران الاتحادية الحالية. وجرى إخضاع سيارة الطائرة لمجموعة من الاختبارات للتأكد من فعاليتها وسلامتها قبل إطلاقها نهاية عام 2017 بسعر ما يزال مجهولا إلى حدود ساعة، لكن يمكن للمهتمين دفع $100 للحصول على عضوية مدتها 3 سنوات تمنح للمشاركين الأولوية على قائمة الانتظار، بالإضافة إلى خصم قدره $2000 من سعر التجزئة، إلى جانب الوصول إلى الخبرات الرئيسية بما في ذلك جهاز محاكاة الطيران.